بنتكلم عن وضع انتقالي موجود في مصر حاليا، بنتكلم على حكومة انتقالية بتحاول تعبر بالبلاد إلى يعني استقرار وقادم إن شاء الله، ولكن في عقبات كثيرة طبعا بتصادفها، يعني بخلاف الأمن والطاقة مثلا في عقبات أخرى. يعني الأمن العام مهم جدا بالنسبة لأي استثمار، الطاقة توفر الطاقة ده موضوع مهم جدا، وللأسف احنا عمالين ندعو المستثمرين إن هم ييجوا مصر وإحنا ما عندناش طاقة كافية تقدر تلبي احتياجات لكل هذه المشاريع اللي احنا يعني بنطمح فيها. النهارده مثلا كنا بنتكلم على موضوع الاراضي، تملك الاراضي برضو بالنسبه للمشروعات الصناعيه، ده موضوع كبير جدا وموضوع هام جدا، هو ده اللي بيهرب مستثمرين كتير. ف ايضا ما عندكش مجلس تشريعي دلوقتي، فالبلد انا اعتقد ان هي حاليا مكبله بمجموعه من المشاكل برغم الجهود اللي يعني بتقوم بيها الحكومة. فبالتالي احنا لازم ان احنا يعني نحاول نشوف الطريق الاسهل في الفترة الحالية، وانا دايما بشوف ان السياحة ده طريق سهل في دفع الاقتصاد القومي، لان هي فعلا قاطرة هامة جدا للاقتصاد والمصريين اللي في الخارج. المصريين في الخارج حولوا السنة الماضية حوالي 20 مليار دولار، يعني قد قناة السويس تدعم قطاع السياحة. اول حاجة الامن، اول حاجة لازم تعمليها الامن، وده طبعا موضوع برضو صعب وهياخد وقت منك، ولكن ده موضوع حيوي جدا، موضوع توفير الامن. ثانيا يكون في حاجة اسمها الوعي بان احنا السياحة دي قاطرة اقتصادية مهمة، فيكون الشعب المصري كله يعني بيجند نفسه من اجل خدمة السياحة، لان السياحة دي مش صناعة فقط ولكنها ثقافة، بحيث ان انت ازاي بتقابل الناس، ازاي بتقابليهم في المطار، ازاي بتقابليهم في المناطق الاثريه، مش هتجري وراهم وتضايقيهم عشان بعد كده ما يجوش تاني. فالمهم انت محتاجه توعي او تنشئي ثقافه السياحه دي في مصر بشكل حاد جدا وسريع جدا. محتاجين حملة توعية، محتاجين في المدرسة انه ممكن يكون الفصل الاول في المدارس لازم يكون عن السياحة، لان انت توعية بالسياحة ديت يعني انا اعتقد ان هي ممكن توفر لك دفعة اقتصادية قوية جدا في خلال العام القادم اذا قدرتي ان انت تستعيدي موقعك مرة اخرى، وبالذات ارقام 2011 مثلا او حتى 2012 كمان كانت يعني احسن طبعا من 2013. فالامور محتاجه تشريعات جديده، محتاجه ثقافه، محتاجه تنظيم، محتاجه ان احنا نحط اولويات. انا اعتقد انه لو الحكومه الحاليه، لو هي زي ما قلنا حكومه انتقاليه، لو اهتمت بالمصريين في الخارج والسياحه دي ممكن تقدم لنا يعني تقدم هائل في الاقتصاد القومي ان شاء الله في الفتره الجايه. يعني انا مش انا هسافر الاسبوع الجاي رايح استراليا، هلتقي بالجاليه المصريه هناك في استراليا لاقتناعي بانه الناس دي، انا اشتغلت في دول كتيره بره ومش عارف ان المصريين في الخارج يقدروا يقدموا مش بس اموال، يقدروا يعملوا افكار، يقدروا يقدموا مشاريع، يقدروا يقدموا حاجات كتيره جدا للبلد ديت. واحنا قمنا بحاجات كتيره، يعني مشاريع هنا موجوده في القاهره بالذات، مثلا حديقة الأزهر ديت معمولة بجهود رجال أعمال ألمان ومصريين فمن ألماني. ف لا يعني هو اهم حاجه ان انت توحدي السلطه القائمه على هذه يعني على هذا النشاط. يعني هم الحقيقه المصريين في الخارج مبعترين او ممزقين ما بين وزاره القوى العامله والهجره ولا وزاره الخارجيه ولا وزاره التضامن الاجتماعي، فدي لازم هنا تقللي قدر البيروقراطيه اللي موجود في هذه الدوله والجمود في التفكير في التعامل مع مثل هذه الموضوعات. انت لو حددتي مفوضيه عامة للمصريين في الخارج تتبع رئيس الجمهورية أو تتبع رئيس الوزراء بلاش رئيس الجمهورية، وتطلعيها من إطار الوزارات اللي هي تعرفين طبعا البيروقراطية بتاعت مصر، ده موجود في دول كتيرة. موضوع الجاليات الأجنبية يعني مثلا السورية أو الجاليات العراقية اللي موجودة في الخارج دي بتتبع دايما أعلى سلطة موجودة في الدولة، عشان فكرة اللي هي التعطيل وفكرة إن هم داخلين في روتين ويروحوا يشتروا الأرض الأول، بعدين ياخدوا موافقة البيئة، بعدين بعد البيئة موافقة الدفاع المدني، بعدين موافقة الطيران المدني وموافقة مش عارف إيه. أنت بتضيعي فرص هائلة على هذه الدولة بهذه الإجراءات، فلازم إن احنا نوحد احد الجهه اللي تتعامل مع المصريين في الخارج. وانا اتمنى ان ده يكون احد النقاط اللي بيتكلم عنها الفتره الجايه رئيس الوزراء الدكتور البيبلاوي. أه
انا قلت لك رايح استراليا ورايح سيدني بالذات، يعني مدينة سيدني فيها تجمع كبير للمصريين. اول حاجة هقول لهم ان البلد في سبيلها للاستقرار، ان البلد شايفة ان المسار الديمقراطي ده مسار هام جدا واحنا بنسير فيه فعلا، ان احنا ملتفين حول خريطة المستقبل. في بعض النشاز موجود في الشارع المصري او في الحياة السياسية المصرية، لكن في النهاية إرادة الشعب هي اللي تنتصر. وبعدين هدعوهم بعد كده ان هم يحاولوا ان هم يركزوا في التعاون مع مصر بمشاريع بسيطة عن طريق بعض الجمعيات الاهلية. يعني انت عندك مثلا احتياجات العشوائيات وسكان المقابر، انا من المهتمين بالموضوع دوت اساسا، وعامل حملة اسمها مين بيحب مصر على موضوع بالذات العشوائيات وسكان المقابر، هدعوهم للاشتراك فيها. ففي علمك الناس كلها مستعدية والناس شايفة ان في بشائر جيدة لهذه الأمة او هذا الوطن، وعايزين يعني يقدموا حاجة، لكن للأسف ما فيش قنوات صح. انت قصدك المصريين يعني ولا المستثمرين؟ لا، هو الاستثمار طبعا اكيد هيكون استثمار سياحي او صناعي، يعني لعلم حضرتك يعني انت عندك صناعات كتيره هنا، انت شايفه هنا مصنع اسمنت كبير مثلا، في عقبه دلوقتي موجوده في حكايه استعمال الغاز الطبيعي ولا الفحم. فيعني لازم تحاولي ايه ان انت تقدمي للناس الصيغه السهله اللي طبعا ما تتعارضش مع البيئه ولا تتعارض مع مصالحك القوميه ولا اي شيء، ولكن في اكيد يعني احنا عندنا افكار كتير وعندنا ناس في منتهى الكفاءه. يعني لما تشوفي تستعرضي اسامي الناس اللي اشتركوا في هذا المؤتمر تقولي لا البلد ديت مليانه كفاءات، طب هم فين؟ مش قادرين يشتغلوا مع بعض ليه؟ مش قادرين يقدموا حاجه للبلد ليه؟ يبقى في بقى مشكله اجتماعيه في الموضوع. لا للأسف لا، مع ألمانيا ما فيش. أنا ألمانيا أنا معنيين بموضوعات الطاقة المتجددة بالذات الطاقة الشمسية بالذات، هو ده برضو من المجالات اللي أنا مش فاهم احنا ليه يعني بنغفلها بتعمد غريب جدا. طبعا كان في مشروع عملاق في 2003 اسمه ديزرت تك، كانت ألمانيا عرضها على مصر لكن للأسف أهدرنا، دول تانية عربية أخدته في شمال أفريقيا بتعمله دلوقتي، لو توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتصديرها للخارج. أنت فقدت هذا المشروع نتيجة التباطؤ المعتاد. لا مش هينفع خلاص طبعا، ولكن انت تقدر في يعني في مشاريع اخرى. انت عندك مثلا احد حلولك مشكلتك مع اثيوبيا ان انت تحاول ربطها بشبكه كهرباء مع مصر، يعني انت تولد الكهرباء عندك هنا وتربطها بيهم بحيث ان انت تقلل الى قدر كبير جدا يعني اعتمادهم هم على سد النهضه اللي هم ناويين يعملوه ده ولا سد ما شاء. فده هيوجد حاجه اسمها مصالح مشتركه بينك وبين اثيوبيا.